لكم كل جانب راه مخلطه ما يقدر ما يقدرش احكي ملاح مازال ما حكيتش معاه بصح انا نظن باللي انا عارف العقليه تاعو هو ماذا به يخدم كما يقول لك في الهدوء في ما لازم تكون خلطه هي لو كان في الاول خدا الفريق في الاول صح نقدر نقول لك توالم يقبل مي كيف هكذايا كما رانا واش رانا نشوفوا يجيبوا يحوزوا مدرب ويديروا مدرب يحوزوا اللاعبين ويجيبوا لاعبين واحد اخرين هاي مخلطه مانيش عارف كيفاش راح تصفى والله غير مانيش عارف كيفاش راح تصفى انا نقول لك على هذيك اللي ما قدرش ياخذ القرار يقول لك راه ما يقدرش ياخذ في هذه الحاله هذه مي عمر وصلت عليه كل هذا الضجه سوء نتائج هل تشوف مي عمر يعني واش صرا هذا في اساءه المولوديه؟ اي نقول لك سيتي موفيس بيبليسيتي المولوديه ما تستاهلش مولوديه الجزائر مثلا اللي جوا اللي جازوا كامل واللي جازوا عمرنا ما واحد جاز في الكوكايين ولا جاز في هذه ولا خدا هذا الشيء هذا جامي عمرها ما صارت حنا هذا مولوديه كما يقول لك مولوديه الجزائر ما تستاهلش هذا الشيء كامل في الاخير انا هما كاين يقولوا سمعت الحوار كلمه الانصار المولوديه مقلقين احنا نقولوا الانصار تاع المولوديه والله الانصار تاع مولوديه الجزائر لازم كما يقول لك ما يتفرقوش ما لازمش يتفرقوا يكملوا كما نقولوا حنايا يشجعوا هذا الكلوب هذايا باش ما يضيعش هذا واش نقول لهم انا الانصار بيشجعوا هذا الكلوب باش ما يضيعش هذا الكلوب هذا فوالا هذا هو بلا مزيان سوف نظن اللعب كيكون كما يقول لك يكون سيريو ويكون يكذب عليك كاين وقت وين لازم يلعب كاين وقت وين لازم فيه الخدمه كاين وقت وين لازم يرقد وكاين وقت وين يدير لاسيست وكاين وقت باش يكون اللاعب مريكلي هذا واش لازم له اللاعب صراحه عمي عمر اسكو تشوف الجوار هذا باللي يعني كما يقولوا راح ضحيه يعني فيكتيم ولا كما يقولوا ما عرف كيفاش يسير المشكلة. لا ما نقولكش راح ضحيه هذايا وعارف يعرف لا كوكايين واش تجيب ويعرف الخطا وراه مساو الى تشفاف هذيك في التلفزيون هذيك يديروا هذيك واسمها كاش يقولوا لها اللي كانوا يجيبوا اللاعبين كيفاش كانوا يخلعوا كيفاش دونك هو طاح في الكاميرا شوف على بالهم واش صاير على بالهم وعلى بالهم نظن الى سيت ان بروفيسيونيل هذا هو سيت ان بروفيسيونيل ما لازمش يدنا لهذاك الشيء من الجوار لازم يربيوه كما يقولوا عمي ما يربيوه نربي انايا نربي صغير انا نربي 6 سنين 10 سنين 11 سنه حتى ل 14 سنه بصح 16 17 18 خلاص واش تربي فيه؟ ما عندك ما تربي فيه تقول لي نربي فيه شحال عنده في عمره؟ عنده 22 ايه وتربي انت واحد تاع 22 تربيه من اللي يكون صغير تعتبر واش صرا اساءه المولوديه يا عمر؟ كيفاه؟ اساءه المولوديه اللاعب ذات اساءه المولوديه ما فهمتش